مع بعض هنكمل رسالة بطرس الرسول الأولى، والنهاردة هناخد مع بعض الإصحاح رقم 2 بمسمى سلوك للنمو. في سلوك للنمو، يعني إيه سلوك للنمو؟ يعني خطوات أحيا بيها واتحرك بيها وأكبر بيها. من غير الخطوات دي أنا ما بكبرش. يعني ممكن ناس يتوقف نموها، وأنا شفت أطفال متوقف النمو بتاعهم عند سن معين وكبروا وهم عند السن ده. احنا روحيا ممكن نكون كده، روحيا في علاقة مع الله ممكن نكبر في العمر، لكن الحياة الروحية تفضل يوم ما تقابلت معاه زمان وقلت يا رب انا هتكرر اروح الكنيسة واحضر اجتماعات واحضر القداسات واتناول واعترف، وفضلت واقف عند الخطوة دي، لكن انا كبرت؟ لا، ما كبرتش، انا لسه واقف عند خطوة خدتها زمان لكن ما كبرتش معاها. سلوك للنمو، سلوك النمو يقول لي ايه بطرس الرسول لسلوك النمو ده؟ عشان تسلك سلوك النمو لابد من امر ما. ايه هو الامر ده؟ يقول اول حاجة فاطرحوا كل خبص وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. علشان اكبر في حياتي مهم قوي ان انا في امور الاول اعمل ايه فيها؟ استبعدها. يبقى هنا في الآية دي قال علشان تكبر في 5 خطايا مهمة قوي انك انت تبعد عنها. مش تبعد عنها وبس، لا، تعمل ايه؟ ترميها، اطرحها، مش تنساها وممكن ترجع لك تاني، لا، اطرحها علشان ايه؟ ما تبقاش متعلقة بيك، علشان تقدر تتحرك لقدام. 5 خطايا، الخمس خطايا تعطل النمو. راح بابي الإصحاح بحرف الف، فاطرحوا. الف دي عايدة على ايه؟ عايدة على الإصحاح اللي فات. طب الف دي عايدة على الإصحاح اللي فات، هو في الإصحاح اللي فات كان فيه ايه؟ حد فاكر؟ كان في سلوكيات، زي ما في سلوك النمو في الإصحاح الثاني كان هناك في سلوك القداسة، فاكرين؟ سلوك العلاقة مع الله. فقال لي هنا خد بالك علشان تسلك سلوك القداسة والسلوكيات كلها اللي اتكلمنا عنها في الإصحاح الأول لابد إنك ترمي حاجات، لاني ما ينفعش تتحد القداسه مع الخبز مثلا، ولا ينفع تتحد القداسه مع المكر، ولا ينفع تتحد القداسه مع الرياء، ولا تنفع تتحد القداسه مع الحسد والمذمه. فمهم اول حاجه تعملها، اول حاجه فاطرحوا. اطرح ايه؟ خطيه الخبز، خطية الخبز. يعني في ناس خبيثة وبتتصرف بالخبز ده مع انها صورتها تبان انها هادية وطيبة، لكن من جوه
نتيجة أمور هي عايزاها ومش قادرة تطلعها لأنها حاسة بالضعف، فهي تتصرف بإيه؟ بخبز علشان تنال اللي هي إيه؟ عايزاه. في ناس كده خطيئة تانية زي خطيئة المكر. الشخص المكار ده، وفي أشخاص كتير مكارين في حياتها، ده شخص برضو بيلبس وشين. ليه؟ علشان يحقق الغرض اللي هو ايه؟ هو عايزه. فحلو وفي نفس الوقت ايه؟ وحش. يعني ليه ايه؟ وشين. الشخص اللي زي ده تخاف منه، لانه ما بيبقاش على حد، مش بيبقى على حد، وما بيقربش لحد غير لما يكون عايز ياخد منه حاجه. فدي خطيه تخليك تنشغل باللي انت عايزه لذاتك وتنسى علاقتك بمين؟ بربنا. فده معطل، ده يخليك ما تكبرش مع ربنا. خطيه تانيه زي خطيه الايه؟ الرياء. خطيه الرياء، خطيه الرياء دي بالظبط عامله زي الممثل. الممثل بياخد دور مش ايه؟ مش بتاعه، مش هي دي حياته. هو شكله طيب لكن بياخد شخص ايه؟ شرير، بيتقمص حاجة تانية. زي مين؟ زي الفريسيين. ايها المراؤون الكتبة والايه؟ والفريسيين، بتقولوا للناس حاجة وانتوا بتعملوا ايه؟ حاجة تانية. ده يعطل ولا ما يعطلش؟ يعطل. ما ينفعش اقول للناس حب اخوك وانا ما احبش اخويا. ما ينفعش اقول للناس اوعى تؤذوا حد وانا اجي اؤذي حد. ما ينفعش، ما ينفعش. ده يعطل النمو. انا مش هتقدم، انا مش هكبر في علاقتي مع ربنا. مهم قوي انك انت ما تاخدش دور غير دورك، وما تكونش قدام الناس مراية وفي القفا سلاية. ما ينفعش، ما ينفعش. فخد بالك كويس، الأمور دي ما تكبركش في علاقة مع ربنا كويسة، ما تخليكش تاخد خطوة لقدام. مع ان بولس الرسول كان بينبه على حته الخطوه لقدام، بيكلم تلميذه تيموثاوس يقول له لاحظ نفسك والايه؟ والتعليم. يعني خد بالك، خد بالك. والكتاب كمان بيقول لي خد بالك، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يعني انا مهمه قوي ان انا اتحرك بالنور اللي ادهولي ربنا، لكن مغيرش وشي، ما غيرش وشي. الرياء خطيه تعطل النمو. خطيه الايه؟ الحسد. هو في حسد في المسيحيه؟ في حسد في المسيحيه؟ انا ممكن احسد اخويا على حاجه مش موجوده عندي. يا يدي الحلق بقول كده، يدي الحلقة بالودان. يعني هو ياخد وانا كده هفضل زي ما انا، هو يجيب وانا ما اجيبش. ما ينفعش. لو انا ما كنتش شاكر في علاقتي مع الله انا مش هكبر. لو انا بحسد اخويا على اللي معاه انا مش هكبر. اتعلم انك تشكر على اللي معاك،
تقول يا رب أشكرك مهما كان قليل ومهما كان كتير. قول يا رب أشكرك، لكن اوعى تبص للي في ايد غيرك. تعلم كده، اوعى تبص للي في ايد غيرك. الله اعطى لكل واحد بما يكفيه. انت مش مستريح لحالتك، بس خد بالك ده في اقل منك بكتير مش مستريح. فانت قول له يا رب اشكرك على اللي انا فيه. قول له اشكرك يا رب، اشكرك ده انت مكبرني ومأكلني ومشربني ومخليني بصحه كويسه، ولو كان فيه مرض برضو اشكرك لان غيري فيه امراض كتير. قول له اشكرك. ما تبصش لحاله غيرك، بص لنفسك مع الله. هل انا بكبر معاه ولا لا؟ هل انا بتقدم معاه ولا لا؟ خطيه الاخيره، خطيه الايه؟ المذمه. خطيه المذمه ان انا بفضل اتكلم على الاخرين بكلام سيء، وممكن الكلام السيء اللي انا اقوله ممكن يكون جزء بسيط موجود في كل انسان، لاني مفيش ولا واحد فينا كويس ولا واحد في الدنيا، لكن كل واحد فينا فيه بعض نقاط ضعف سيئه. لكن في ناس بتحاول تكبر الايه؟ الامور، تكبرها. ده سيء قوي، ده فيه وفيه وفيه، وتقعد تقول حبه حاجات مش موجوده وتورثها للناس وتقولها. ده حديث سيء عن الاخرين، ده اسمه حديث الايه؟ المذمه. انا كده مش بكبر، انا بجيب سيره الايه؟ الناس، وافضل ادين فيهم. ده دخلت في المذمه ايه؟ ادانه. يا ده انا خربت الدنيا خالص. يعني اجي اخرج من خطيه ادخل في ايه؟ في خطيه تانيه؟ ما ينفعش. انا مش بكبر في علاقتي مع الله طالما في حديث سيء عن الاخرين. فاحنا نحاول بقدر الامكان مهما كانت ضعفتنا ان احنا نكون ما نتكلمش على الناس كتير، ولو ما نتكلمش يكون احسن. ليه؟ قبل ان تخرج الخشبة من عين اخيك في ايه؟ في عينك انت فيها ايه؟ مش خشبة، فيها اخشاب. فبص لنفسك الاول، انا مليان كتير، فما تجيبش سيرة الناس. علشان تكبر في علاقتك مع الله ما تجيبش سيرة الناس. خمس خطايا تعطل النمو، لابد اني ارميها ورا ظهري. طيب هو كلمني من الناحية السلبية في النمو، قال لي خد بالك ان في حاجات لابد انك ايه؟ ترميها. طب في حاجات لابد اني اسلك بيها علشان اكبر. دي اساس النمو، دي اساسيات للنمو، اساسيات للنمو. علشان تكبر في علاقة حية مع الله مهم اول نقطة انك تشتهي الكلمة. عشان كده بطرس الرسول راح قال الكلمات دي، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح. أنت دقت ربنا ولا ما دقتوش؟ حسيت بحلاوته ولا ما حسيتش؟ ممكن تكون ما حسيتش، لكن لمست ده في سيرة قديس أنت بتتفرج عليه في التلفزيون، فعلى الأقل حسيت قد إيه القديس ده، ده حلاوة العشرة معاه. فلو كنت دقت هتحاول بقدر الإمكان إنك تكبر معاه. فعلشان تكبر معاه مهم قوي إنك تاكل. بس هنا
بطرس الرسول ما قالهاش تاكل، قال انك ايه؟ تشتهي، يعني دخلت فيها الايه؟ شهوه. شهوه غير الايه؟ غير انك تاكل، بتاكل بتاكل وخلاص، لكن انك تشتهي انك تاكل فانت بتاكل بايه؟ بنهم وبعمق، بتاكل كتير. فاصبح النهارده بطرس الرسول حطني قدام اشتهاء الاكل. ايه هو الاكل ده؟ الطفل لما بيتولد بيرضع، ليه؟ لان ما ينفعش تاكله ايه؟ الاكل العادي، ويفضل بيرضع فتره من الزمن لغايه ما الام تبتدي تفطمه، ولما تفطمه بتجيب له ببرونه وتدي له اللبن ويشرب اللبن بالببرونه حبه ويتلحسه حبه ايه؟ اكل لغايه ما يتعود على الاكل. فلما يبتدي ياكل ايه اللي بيحصل هنا؟ بينمو. كل ما تاكل كل ما تنمو، وكل ما تشتهي انك تاكل هتكبر اكبر. فهنا الاشتهاء للبن العديم الغش اللي هو كلمة ايه؟ كلمة ربنا. كلمة ربنا موجودة عندك، هل انت بتشتهيها؟ هل انت بتغرف منها بعمق؟ بعمق ولا لا؟ ما بتلومش نفسك ان غيرك بيقعد يمسك الكتاب ويفتح ويقعد يقرا ويكبر. هقول لكم حاجه، انا متعود تقريبا من سنه 80 ان انا افتح الكتاب المقدس كل يوم لازم اقرا 4 اصحاحات، فعلى مدار سنه بخلص الايه؟ الكتاب كله، متعود على كده. من قيمه شهر ابتديت اتشغل في تحضير دروس، فابتديت بدل ما اقرا 4 اصحاحات اقرا ايه؟ 3. فقال له ايه؟ قال له اصحاح. فبضطر اجي تاني يوم بدل ما اقرا 4 اقرا ايه؟ 5. بس انا مشغول. وبعدين يعني انا ايه؟ قلت ربنا اكيد هيسيب لي الدنيا يعني حبه، لان هو شايف ان طول السنين اللي فاتت انا ايه؟ قاعد اقرا. فلقيت بنتي الصغيره اللي في اعدادي جايه لي وفتح الكتاب المقدس وبتقرا. قالت لي يا بابا البس، قالت لي اقري اصحاحين كل يوم. قلت لها حلو اقري. قالت لي بس انا مش قادر اقرا النهارده غير اصحاح واحد. قلت لها لا لازم تقريه. اول ما قلت لها لا لازم تقريه انتبهت لايه؟ انا لومت نفسي. وابتديت اعمل ايه؟ مش مشكله الدروس ومش مشكله كل حاجه، المهم مين؟ كتاب. عايز تكبر التهم من الكلمه، خد من الكلمه، اغرف منها على قد ما تقدر. انت مش عارف هتقراها تاني ولا لا، فانت الكلمه من جوه هتعمل عمليه تطهير ليك وتعمل لك عمليه نمو كل يوم، حتى لو انت مش فاهم حاجه بس اقراها. اشتهي انك تقراها بعمق وبلذة، علشان كده لو دقت ان ربنا صالح هتفتح الكلمات وهتقعد تقرا وهتبحث وهتلاقي نفسك بتدخل للعمق. وكل ما تدخل للعمق لا انا ما ينفعش اقعد كده، لازم ادور تاني. عارفين زي ايه؟ زي الراجل الباحث اللي بيدور على الذهب في الايه؟ في الجبال، يحفر هنا لقى حتة ايه؟ يبطل يروح بيته. ايه رأيكم؟ يعمل ايه؟ لا لازم احفر تاني وادور تاني، يمكن الاقي ايه؟ حتة تانية. فانا النهاردة كده، كل ما تدخل لعمق الكتاب تبقى عايز تقرا ايه؟ اكتر. وكل ما هتفهم اكتر، واللي انت مش فاهمه النهاردة تفهمه بكرة. كل ده بسبب شهوة الكلمة. ادخل للعمق للكلمة. اول نقطة اشتهاء للكلمة.
ثاني نقطة أن يكون بيتك روحيا. ونقصد هنا البيت مش البيت بتاعك في البيت والأسرة، لكن بيتك الداخلي. بيتك الداخلي يقول إيه؟ الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الايه؟ من الناس، ولكن مختار من الله، كريم. الذي تأتون إليه دي انت جاي لمين؟ للرب. طالما انا عايز اكبر يبقى مش هكبر جسديا، انا داخل اعمق الايه؟ الروح. فانا جاي لربنا. فقال لي ده حجر حي. ايه الحجر الحي ده؟ الذي رفضه الايه؟ البناؤون. وهو يقول لي الكلام ده. فالمسيح هو الحجر الحي المرفوض من هو مرفوض. مين كان رفضه؟ على ايامه كان رفضه الفريسيين والكتبة واليهود، صح؟ وعلى ايامنا في ناس بترفضه وفي ناس بتقبله. لكن انت بتجيله على اي اساس؟ بتجيله على اساس انك مسيحي ومكتوب في البطاقة انك مسيحي، ولا بتجيله عن اختبار وعن حياة؟ لا، ده في ناس يعني ورثة المسيحية أبا عن جد، فهي مسيحية بالإيه؟ بالاسم وبالطبيعة، ما اتولدوا كده، لكن هم عايشين المسيحية. ده على حاجة تانية بقى، ده عالم تاني. فهنا بيقول الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس، ولكن مختار من الله كريم. كونوا أنتم إيه؟ أيضا مبنيين كحجارة حية، إيه؟ بيتا روحيا. يعني إن كان في أساس اتوضع، الحجر الأول اللي اتوضع اللي هو مين؟ فإحنا بنعمل إيه الأساس؟ في شجرة فيها فروع، إحنا الإيه؟ الفروع بتاعت الإيه؟ الشجرة. لكن الشجرة ليها إيه؟ أساسها. فإحنا بنكمل البناء، إحنا بنكمل دائرة الملكوت، حجارة حية. فسكن المسيح في داخلك، بيته جواك. هل انت بتبني بيته جواك؟ هل قلبك ده، هل انت بتحط كل يوم طوبة فوق طوبة عشان يقدر يسكن المسيح جواك، عشان تقدر تحتضنه في الداخل؟ ولا انت الموضوع مش فارق معاك؟ طيب خدوا بالكم ان البيت الروحي ده بيتقدم فيه ايه؟ ده انت بتدخل الكنيسة، ده بيت الله، صح؟ حيطان، لكن فيها تجمعات الايه؟ المؤمنين. ما الكنيسة هي جماعة المؤمنين، وبيتحدوا مع بعض في شركة واحدة حوالين جسد ودم الايه؟ المسيح، صح؟ صح؟ ففي ذبيحة بتتايه؟ علشان كده هو بيكمل الكلمات دي ويقول لتقديم ايه؟ ذبائح روحية مقبولة عند الله يسوع المسيح. الكنيسة هنا في ذبيحة بتتقدم، لكن الكنيسة اللي هنا، الكنيسة اللي هنا فيها ذبيحة ولا ما فيش؟ احنا بننسى ذبيحة المسيح الداخلية لكل واحد فينا. عندك ذبايح بتقدمها، المفروض بتقدم ذبايح. عاوز اقول لكم بصراحه، انا بتكسف وانا بقول المفروض نقدم ذبايح. ليه؟ لان في ناس كتير ما بتقدمش. ابسط حاجه ذبيحه التسبيح دي، ده عمل الايه؟ الملائكه، مش عملنا احنا.
فبالأولى احنا نعمل العمل ده على الأرض، احنا ما بنقدمش ده، احنا فترة التسبيح بتاعتنا واخدينها كلام مع اللي حوالينا. بصراحة هجيبها لكم كده على الأرض، احنا بنقعد نتكلم 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 وكأن الكلام محليش غير جوه الايه، جوه الكنيسة. فين ذبيحة التسبيح؟ انا نسيت ذبيحة التسبيح. طب هل انت بتتجمع بينك وبين نفسك في بيتك في ذبيحة التسبيح ولا لا؟ ده ممكن ما يكونش موجود. دي فرصة ليك انك جوه الكنيسة على الاقل بتقدم الايه، الذبيحة، فقدمها. انسى نفسك، اذا انسى نفسك واللي حواليك، فقدم ذبيحة. طالما ارتبطت ان المسيح وذقتم ان المسيح صالح، فقدم له الذبايح. في قلب موجود جوه، في هيكل داخلي، في، طب في ذبيحة؟ سيب لك الموضوع. لذلك يتضمن ايضا في الكتاب ها انز اضع في صهيون حجر زاوية مختار كريم، والذي يؤمن به لن، ده بيتكلم عن السيد المسيح لليهود، فلكم انتم الذين تؤمنون. ده مين؟ احنا يعني المؤمنين. انت ليك حاجة، طالما بنيت مذبح داخلي جواك انت ليك، لكن مالكش مذبح داخلي يبقى مش هيكون ليك. طب ايه اللي هيكون ليك؟ اللي هيكون ليك ايه؟ الكرامة. واما الذين لا يطيعون، اللي ما بنوش هيكل داخلي في علاقة حية مع الله، فالحجر الذي رفضه البناؤون ايه؟ هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة للذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعلوا له. هم بقوا مرفوضين وخدوا الكلمة بتاعت المسيح كحجر ايه؟ عثرة. عثرتهم في الطريق ووقفتهم وما كملوش وما بنوش هيكل داخلي. امتيازات للناس اللي بتكبر، دقيقتين وهخلص، دمنا خمس دقايق. امتيازات للنامين، الناس اللي بتكبر اللي عملت اساس ليها وقالت ان انا لابد ان انا اكمل مع المسيح، ليها امتيازات. الامتيازات في الآية رقم 9، واما انتم فايه؟ جنس مختار، كهنوت ملوكي، امة مقدسة، شعب اقتناء. انا بأمن بالمسيح، بنتمي ليه، كونت علاقة حية معاه، بنيت مذبح داخلي، فلي امتياز. ايه هو الامتياز؟ اول امتياز اني انا جنس مختار، ده اول امتياز. انا جنس مختار. يعني ايه جنس مختار؟ يعني كان بيقولوا على نفسهم احنا المختارين. مين هم اللي بيقولوا كده؟ اليهود. لكن الكنيسة حلت محل اسرائيل وبقت الكنيسة هي الجنس الايه؟ المختار، المختار بالنعمة التي اعطاها لنا الايه؟ المسيح على الصليب. بقيت انت جنس مختار. يبقى اول حاجة بقيت انت مختار. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ يعني لو كونت علاقة حية مع المسيح وسلكت معاه ومشيت معاه، عاوز اقولك انت بقيت مختار، انت بتاعه، هو بيشاور عليك. دي اول امتياز ليك، ده ابني، ده اول امتياز ليك. الامتياز التاني كهنوت ملوكي. يعني ايه كهنوت ملوكي؟ يعني انا مكرس للملك، انا بتاع الملك، بقدم له حياتي. بس بقدمها ايه؟ هو الكاهن بيعمل ايه؟ بيقدم ذبيحة. وانا كابن بقدم ايه؟ ذبيحة. ده امتياز، امتياز ليك انك انت تقدم ذبيحة.
امتياز لي ان انا عندي كهنوت ملوكي. انتم ملوك، يقول الكتاب كده، انتم ملوك وايه؟ وكهنة. ملوك، انت ملك، لا تسيطر عليك الخطية طالما ابن، وبالتالي بتقدم ذبايح. نمرة ثلاثة، أمة مقدسة. أمة مقدسة، أنا بقيت أمة مقدسة، يعني بقينا جماعة مقدسين. وده يرجع لإيه؟ لعمل الروح القدس فينا من أول ما اتحطينا في بر المعمودية وإيه؟ وطلعنا. أنا كبرت. أنا كبرت ولا ما كبرتش؟ لاحظ نفسك كل يوم، أنت بتكبر ولا لأ؟ بتكبر ولا لأ؟ مهم أوي إنك تاخد بالك. أنا كبرت النهارده، ما انساش الطالب اللي عندي إن كل مرة يسألني السؤال ده، أنت أنا كبرت النهارده؟ كل ما يخلص الدرس يقول لي إيه رأيك بقى؟ أنا كبرت النهارده؟ فلاحظ نفسك في حياتك مع ربنا، أنت كبرت النهارده ولا ما كبرتش؟ أنت نميت ولا لأ؟ أنت بقيت أمة مقدسة، شعب اقتناء، شعب مقتنى، يعني اتخذت، يعني اتشاور عليك واقتناك. بس لما اقتناك ما اقتناكش كده ببلاش، لكن دفع فدية علشانك. دي امتيازاتك، ان الدفع فيك تمن، دفع فيك تمن، دي امتيازاتك. امتيازاتك الأربعة، انك جنسي مختار، اني انا ليا كهنوت ملوكي، ثلاثة أمة مقدسة، أربعة ان انا بقيت مقتنى. عيش للمسيح علشان يكون لك الامتيازات. ليه ادى لأولاده الامتيازات دي؟ ده المرة اللي جاية اللي هناخده مع بعض. ليه ربنا اداك الامتيازات دي كلها؟ ده هناخده مع بعض المرة الجاية. ولإلهنا كل المجد والكرام من الآن وإلى الأبد. أمين.